يوما ان شاء الله باذن الله غادي نوجدوا ما يسمى الزلابيه كتجي بالشكل ديالها زيون كيف ما كتشوفوا قدامكم. ها هي غادي نوجدوا بليغات حتى هما يجيو المنظر ديالهم زويون ونديروا وسط منهم. عندي هنايا اللوز مطحون وعندي حبه حلاوه وعندي الجنجلان دايره في الماكينه طحنه شي شويه والجنجلان ما مطحونش بزاف كيف ما كتشوفوا خليته بالهوايه. وعندي اللوز مطحون عندي حبه حلاوه وزريت الكتان والنافع. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر بلاصي وعندي قولوا تقريبا حتى معلقه كبيره ديال الزبده. عندي ربع معلقه ديال القرفه وعندي شي شويه ديال الخميره ديال الحلوه والملحه وعندي هنايا بيضه. عندي كاس كبير هذا الكاس هذا ديال الحليب باش نجمعوا به العجين. عندي شي شوي عندي هنا الطحين زلافه ديال النشا وزلافه ديال الرز وزلافه ديال الذره انتما كيف ما كتشوفوا معايا. وعندي هنايا هذا الماء زهر غادي نديروا منه غير شي شويه ما غاديش نحتاجوه كله. غادي نبداو على بركه الله. غادي نديروا البيضه ديالنا لانه ما كانش عندكم اللوز بامكانكم تعوضوه بالكاوكاو. من بعد ما درنا كما كتشوفوا القناة ديالنا هنايا غادي نزيدو الزبدة المعلقة ديال الزبدة اللي قلت لكم عندنا وغادي نبداو نديرو في النشا هو الأول. غادي نديرو الزليفة ديالنا كاملة. بالنسبه للزلافه ديال النشا كنحتاجوها كامله كنخليو منها والو. اما بالنسبه للروز ديالنا والذره البيضاء ما كنحتاجوهاش كلها كنديرو منها غير القياس اللي غادي نحتاجو. العجينه ما تكونش مجموعه بزاف وما تكونش مرخفه بزاف. غادي نبداو نجمعو على بركه الله. الحليب مازال ما احتاجيناهش غادي نجمعو دابا غير هاد الخليط هذا. علاش كنخدمو بالحليب؟ الحليب كيقصح العجينة باش تكون شادة شي شوية في راسها متكون شاي مرخوفة بزاف وتعبدنا في الخدمة ديالتها أولا تمشي تفرط. حنا هنا مخدمينش شاب حالي هو الميت لحقاش. كاين طحين ميكس وكاين طحين رشا كاين بزاف ديال الأنواع ديال الطحين هما تيخدمو باللون ولكن حنا دابا نخدمو غير بالذرة اللي عندنا والروز والنشا. باغا نشارك معكم هاد الطريقة هادي نتوما كيفما كتشوفو نحاولو ندخلو القناة في النشا ديالنا كبير. عاد دابا نبداو نزيدو في الطحين. عندكم لا تنساو كيفما قلتلكم هاد القريعام ديال الزهر. الا ما كانش عندكم الحليب وكانت عندكم قرعه كبيره ديال المزهر ان كانكم تستعملوها باش تجمعوا العجينه عوض الحليب. نبقاو خدامين بهذه الطريقه هذه. دابا غادي ندوخو في الروز ديالنا والذره. الروز والذره نحاول يكونوا متساويين حيت الا قوينا بزاف الذره راه ممكن العجينه تجينا بحال هكا تتفرتت. نبقاو نخويو نبقاو غاديين على هاد الطريقة هادي حتى نجمعنا العجين القياس اللي خاصنا حنايا. يعني شحال من كارديلو شحال غادي تاكلو. حنايا زدنا شي شوية ديال الروز وغادي نزيدو الحليب. الحليب راه كنخويو منو غير القياس هانتوما كيفما كتشوفو معايا الكاس راه باقي فيه مازال موصلناش حتى النص. ما تكونش شويه العجينه جاريه بزاف للتوضيع وغادي على هاد الطريقه هادي تجمعين العجينه ديالنا. شي شويه شي شويه غادي نعاودو نسدو الحليب ديالنا. الحليب يكون بارد ما يكونش شديد في ولا سخون. شوفو الكاس كيفاش نطبق.
شدوه من الثلاجه ونخدموا به. ها هي العجينه ديالنا بدات كتجمع لنا شي شويه غيمي قاصحه. واحد الاخت قالت لك علاش كتعجني ديما في البانو، راني جاوبتها خلات لي ميساج في الانستغرام وجاوبتها في الانستغرام. الا كان عندي شي واحد من التساؤل غادي نقول لك هنا كيعجبني نخدم في هذا البانيو هذا لحقه صغير، وثانيا لحقاش مجموع كنقدر نتحكم انا في العجينه ماشي هي كتحكم فيا. حيت القصريه حتى هي مزيانه فيها الخدمه، غير هي العجينه كتبقى تمشي بحال دابا هذا. ها هي تجمعات لينا صراحه هي قاصحه ماشي رطبه بزاف، نبقاو معاها بحال هكذا وانتم كتدلك بحال العجينه العاديه. ها شي شويه ندير الخاطر ان شاء الله. المهم ها هو ها هي انا غنغيرو. ها هي العجينه ديالتي كيفما كتشوفو فيها، نقربها ليكم شوفو كيفاش دايره. غادي ناخدو هداك الزهر اللي قلت لكم، انا تعمدت ما نديروش في الاول حتى الاخر، عاد ندير شي شويه حيت هو راه مجهد بزاف. شوفو شحال قطيره. دابا عاوتاني غادي نبقاو نخدمو في العجينه ديالنا باش نتحكمو فيها، باش داك الزهر يطلق في العجينه كامله. انا ما درتو شي في الاول، درتو حتى الاخر باش بحال هكا نقدر ندير العجينه كيف ما بغيت بالطريقه اللي بغيت انا بحال هكا. هي اصلا تيجي الريحه ديالها زوين وين داير الزهر كما تيقولوا الزهر مع الله. ها هي العجينه ديالنا، غادي ناخد بوق بحال هذا ها هو كيف ما كتشوفوا. شوفوا الراس ديالها كيف داير، غادي نبداو نخدمو بيه. هي كتجي على هذا الشكل هذا. كناخذوا شي طاوه ولا سينيه، المهم فاش غديروا نتوما العجينه ديالكم، يا اما كترشوها بالطحين يا اما كديروا عليها عفوا يا اما كتدهنوها بالزيت باش العجينه ديالتنا ما تلصقش علينا. صافي تنكملوا على هذه الطريقه هذه نتوما. العجينه حنا راه كنتحكموا فيها كيف ما بغينا، اهم حاجه ما تكونش كتلصق في اليدين، ما تكونش قاصحه بزاف. سمعوا كيفاش تيجيو، شفتوا الشكل ديالهم كيفاش تيجي. غادي ناخذ شي شويه ديال الطحين وغادي نرشوه هنايا، غادي نصايبو بليلات صغيورين هاد العجينه هانت. ثم نشوفوا معايا الطريقه ديال تحضير الكوزين. العجينه ما تكونش مغلوطه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. اذا كان عندكم الطابع مربع يكون صغير من الاحسن، اذا كان شي عندكم استعملوا غير الموس. هذه الطريقه هذه ندير هكذا. سمحوا لي انا كنصور غير بالتليفون، كنحاول ندير هذا كله باش نشارك معكم كل شيء. المهم نديرو هكذا ونحيدو داك العجينه ديالنا اللي عندنا في الجناب. غادي نبداو هكذا، غادي ناخدو حيده. الا كان عندكم اللوز ديروه، ما كانش عندكم ماشي مشكل. انا عندي هنايا اللوز ها هو، نديرو هاد الطريقه ركبنا من هنايا وغادي نجرب من هاد الشيء هذا. غادي نديرو هكذا وغادي نديرو بحال هكذا. هاد البليغه شي شويه عوجتني ماشي مشكل، غنكملو على هاد الطريقه هادي. العجينه ديالنا راه ما كتكونش غير لاصقه لينا، الا لصقات لكم انا قلت لكم ديروا الطحين، ولكن الا لصقات لكم عرفوا انكم ما بغيتوش تحكموا شي فيها بزاف. نكملو على هاد الطريقه هادي. شوفوا شوفوا كيفاش كتجي. اللوز انا خديته وصلته ونقيته وحمرته، كملوا هكذا.
هاد العجينه هذه اللي شاطلين راه ما غاديش نضيعوها. ثم هي هاهي غادي نعاودو نخدمو بها كيفما كتشوفو، هاهي مكتضيع ما والو. نكورها بحال هكدا، نرشو شي شويه من ديال الطحين ونعاودوها. هي هي النيت، شفتوها كيفاش كتجي؟ مكنضيعو فيها ما والو. العجينة ديالنا وجدنا هاد البليغات هادو، ها هما كيفما كتشوفو معايا، وصايبنا هادو ها هما. دابا غادي نمشيو نشدو الزيت نديروها تسخن مزيان، عاد نبداو نحطو فيها العجينة. من بعد ما نحيدوها من العجينة، من بعد ما نهزوها نخشيوها نيشا في العسل. كيف ما كتشوفوا معايا ان راه باقا خضراء، دابا واخا حاطه وحده فوق وحده ما كتلصق ما والو. ها هي يا كنديروها فوق البوطه، دابا العافيه شالت نخليوها طيب بحال هكا. من بعد ما كنحيدوها من هنايا، ما قلت لكم كنحيدوها فوق البوطه، كنديروها هنايا في العسل، نحيدوها من العسل نديروها تفطر في شي حاجه، عاد نديروها في السبيره ديالنا ولا في اللاطه غير نحطوها فيها. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها، هو هذا كيف ما كتشوفوا. كنشاط لي واحد شي شويه ديال العجينه، ها هو كورتها هنا ودرت وسمنا لوزه، غادي نديرو فوق منها شي شويه ديال الزنجلات اذا بغيتو بطبيعه الحال، ما بغيتوش يمكنكم ما ديروا شي، حتى يجي الشكل ديالها زوين بزاف. جربوها ما غاديش يتندموا عليها بطبيعه الحال. نقسم لكم حيطه باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير من الداخل. شوفوا ان شاء الله باذن الله ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما كتمنوا. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي ودعموني بلايك. اللي عنده شي تساؤل مرحبا يخلي لي في الكومنتير، ولا كيسول على شي حاجه مرحبا. المهم هذا هو الصفوف ديالي.